طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في مسائية الليلة. موسكو تقول إن القوات التركية كانت ضمن مجموعات إرهابية في إدلب وعليها أن تكون داخل نقاط المراقبة. فهل ترسم روسيا بالنار حدود حركة الجيش التركي؟ الناتو يكتفي بالتضامن الشفهي مع تركيا، والأخيرة تخيف الأوروبيين بورقة اللاجئين. فهل ضاقت خيارة أنقرة وباتت أمام مفترق طرق؟ الواشنطن بوست تدحض الادعاءات الأمريكية عن حصول تزوير في الانتخابات البوليفية، فكيف أعدت واشنطن مسرح الانقلاب لإطاحة إيفو موراليس؟ رسائل روسية سوريا هي الأقصى نحو تركيا، كونها جاءت من خلال النار والميدان مباشرة. 34 قتيلا من الجنود الأتراك وعشرات الجرحى سقطوا في غارات على القوات التركية بريف إدلب. الصرامة تجاه أنقرة برزت تباعا منذ الخميس وبشكل واضح في سقف التصريحات المرتفع الصادر من الكرملين إلى الخارجية الروسية، ومع إرسال فرقتين إلى البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور التركي. موسكو أكدت أن القوات التركية المستهدفة كانت ضمن مجموعات إرهابية وأن الغارات حصلت أثناء هجوم المسلحين. فهل قررت موسكو رسم حدود وحركة الجيش التركي وحصره في نقاط المراقبة؟ تطورات إدلب الأخيرة ضيقت الخيارات أمام تركيا ووضعتها أمام مفترق طرق، وربما دخلت أكثر في حالة الارتباك مع اكتفاء حلفائها في الناتو بإعلان التضامن معها بعدما سعت إلى ابتزاز أوروبا عبر فتح الباب أمام اللاجئين. مسائية ليلة تحملنا أيضا إلى أمريكا الجنوبية، التي تبقيها واشنطن مسرحا لتدخلها في دول هذه المنطقة وأنظمتها. والانقلابات جزء من هذه السياسة الأمريكية ضد الحكومات المناوئة لسياستها، كما حدث في بوليفيا وفي الفضيحة المدوية التي كشفتها واشنطن بوست في دحضها الادعاءات الأمريكية عن وجود عملية تزوير في الانتخابات الرئاسية، وهي ادعاءات أدت دورا في الدفع إلى الانقلاب على الزعيم إيفو موراليس. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ارحب بكم وبضيفينا من لندن رئيس تحرير جريده راي اليوم الالكترونيه السيد عبد الباري عطوان. مرحبا بك سيد عبد الباري. اهلا وسهلا. ومن واشنطن ينضم الينا ايضا مدير مركز الحوار العربي في امريكا صبحي غندور، ارحب بك سيد صبحي ايضا. شكرا لك. لكن نبدا اولا بالاخبار، اخر الاخبار والمستجدات، حيث اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لنظيره الامريكي دونالد ترامب اصرار بلاده على اخراج القوات السوريه من المنطقة المحددة في اتفاق سوتشي. وفي المقابل برزت المواقف الروسية الحازمة التي أرجعت سبب مقتل الجنود الأتراك لوجودهم بين المسلحين. لا صوت يعلو فوق صوت المدافع، هكذا تبدو الأجواء في إدلب. المعارك استمرت رغم الأحداث المتسارعة بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك من جراء القصف الذي تعرضوا له، إذ استكمل الجيش السوري مسيره في تحرير ريف حما الشمالي الغربي. أعلن السيطرة على قرى جديدة في المنطقة مع استمرار المعارك لاستعادة مدينة سراقب والقرى المحيطة بها، ما يشكل ترجمة حقيقية لكلام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أكد حق دمشق في محاربة الجماعات الإرهابية وبسط سيطرتها على كامل جغرافيا البلاد مع عدم التهاون في مواجهة الإرهاب. الإحداثيات التي تم تسليمها بالأمس لم تتضمن إشارة إلى أماكن وجود الجيش التركي الذي كان بين صفوف الجماعات الإرهابية. وزارة الدفاع الروسية كانت أكدت بدورها أن الجنود الأتراك كانوا إلى جانب الإرهابيين، وأن أنقرة لم تعلن عن وجود لقواتها في المنطقة. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف كشف عن التحضير لقمة محتملة تجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لبحث الوضع في إدلب. بيسكوف جدد موقف بلاده ليضيف تأكيدا روسيا هو الثالث من نوعه في ساعات محدودة، ومفاده لم يكن ينبغي أن يوجد الجيش التركي في منطقة قصف الإرهابيين في إدلب. مواقف موسكو تحمل إصرارا منها لاستكمال معركة إدلب وإعادة فتح الطرق الدولية بين المحافظات السورية، ما سيضع تركيا أمام خيارين: المضي في دعمها للجماعات المسلحة، ما يعني أنها ستتعرض مجددا لخسائر بشرية في صفوف جيشها، أو الخضوع لمعطيات الميدان الذي يفرض تطبيق اتفاقيات سوتشي وأستانا عسكريا وإفاء أنقرة بتعهداتها.
وأحيي مجددا ضيفي السيد عبد الباري عطوان وصبحي غندور. وأسأل السيد صبحي انطلاقا مما بدأنا به هذا التقرير حول الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس التركي مع الرئيس الأمريكي، لماذا واشنطن حتى الآن تبدو مترددة في إعطاء ما يريده أردوغان؟ سيد صبحي، ستبقى أيضا أخي أيمن مترددة، وستبقى أيضا يعني تحمل العصا من النصف كما يقال، لأن هناك أنا في تقديري مصلحة أمريكية الآن في إضعاف الموقف التركي، ولكن أيضا ليس لصالح الحكومة السورية، بمعنى أن تركيا الآن هي في حالة تأزم في العلاقة مع روسيا، وهذا يعني أيضا إخلال بالاتفاق الذي حصل في سوتشي وكانت فيه إيران أيضا وليست فقط روسيا. وهنا المصلحة الأمريكية بأن لا يكون هذا التعاون التركي الروسي قائم للمستقبل، أو حتى ربما مع إيران وليس فقط يعني مع روسيا، لكن تحديدا الآن نتحدث عن روسيا. هناك مصلحة أمريكية أيضا أنا في تقديري في القضاء على مجموعات صنفتها واشنطن بأن جماعات إرهابية، جماعات جبهة النصرة وغيرها من القوى التي هي تقاتل في إدلب وموجودة برعاية تركية بشكل مباشر وغير مباشر. أعتقد يعني هذه المصلحة الأمريكية الآن أيضا ترى أن كل ذلك قد يدفع أردوغان إلى العودة من جديد إلى الحضن الأمريكي وإلى ما هو تطالب به واشنطن تركيا منذ فترة طويلة، له علاقة في سوريا وخارج سوريا يعني. ولكن ربما هذا الذي عذرا للمقاطعة، ولكن العودة إلى الحضن الأمريكي بالنسبة للرئيس التركي يعني سيتوجب عليه أن يدفع أثمانا لن تقبل بها لا موسكو على الأقل ولا أيضا الجارة إيران. نعم هذا صحيح، لكن الآن يعني خيارات محدودة جدا أمام أردوغان أنا في تقديري، يعني الاستمرار بالعمليات العسكرية والحديث عن الإنذار الذي لا أعرف يعني بأي منطلق انطلق حينما حدد من نهاية الشهر كإنذار، وجد نفسه الآن في أزمة في ورطة، لأنه يتحدث الآن مع الرئيس بوتين وهو يعني يناشد عمليا قمة مع الرئيس الروسي، ويدعو ألمانيا وفرنسا أيضا للتدخل وللمطالبة بعقد قمة يكونان فيها مشاركان يعني فرنسا وألمانيا. كل ذلك يعبر عن أزمة فيها الآن أردوغان، لكن أنا في تقديري الخيارات محدودة أمامه الآن، أما أنه يتفق مع الرئيس الأمريكي أو مع الرئيس الروسي هنا يعني، أما أن يكون تابع بالكامل الآن لحلف الناتو، هذا يعني تحول يعني في كل السياسة الأخيرة التي عليها أردوغان وشراء الصواريخ الروسية وغيرها من القضايا والعلاقات الخاصة مع موسكو ومع طهران في الفترات الماضية. نعم. أما أن يترك كل ذلك وأما أن يتجه الاتجاه الآخر، وهو أنا في التقدير الذي سيسير إليه الاتفاق مع الرئيس بوتين على ربما سحب القوات الروسية التركية لحدود معينة والمحاولة لوقف إطلاق النار بحجة أن هذا ما هو الآن يضع حد لهذه الأزمة، وبالتالي يتم الحديث عن أيضا شيء جديد كالذي حصل منذ في اتفاق سوتشي منذ فترة أكثر من سنة. أعتقد هذا الخيار الذي سيسير إليه الآن الرئيس أردوغان أكثر من أي شيء آخر. سأصيغ تساؤلك حول ما إذا كان الرئيس التركي يذهب باتجاه الرئيس الأمريكي أو أمريكا أو روسيا. أستاذ عبد الباري برأيك هل يناور طيب رجب أردوغان؟ أنا في تقديري نعم، هو يعني يناور وهو ملك المناورة، لكن في تقديري الآن وصل إلى طريق مسدود، أصبحت جميع المناورات للرئيس رجب طيب أردوغان مكشوفة بالكامل. أنا في هذا الموقف الروسي الصلب دليل على أن هذه المناورات لم تعد تنطلي على القيادة الروسية، وأنا أعتقد نفس الشعور هو عند القيادة الأمريكية، لا ثقة كبيرة بالرئيس رجب طيب أردوغان من الجانبين، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن ويأتيها الرئيس أردوغان من موقف ضعف وراكعا على ركبتيه ويقول أريد مساعدتكم في مواجهة الروس، أنا تقديري سيبتزوه وسيحاولوا أن يأخذوا منه الكثير من التنازلات، بما في ذلك التخلي بالكامل عن تحالفه مع روسيا، أيضا إلغاء صفقة الصواريخ الاس 400 كمان. هذا كان مطلب أمريكي واضح اليوم أستاذ عبد الباري، ولكن يعني مناورة أردوغان كما تسميها أو كما تبدو هل يمكن لها أن تنجح، خصوصا أنه المواقف التي صدرت عن الأصدقاء الغربيين ضمن تحالف ضمن الناتو مثلا وأيضا من الولايات المتحدة يعني بقيت مجرد تضامن شكلي شفهي؟ نعم تضامن شكلي، هم يريدوا حقيقة التخلص من الرئيس أردوغان بتوريطه أكثر في المستنقع الدموي السوري. هذه هي عندما أقول مناورة، لأنه عندما يعني يستخدم الرئيس أردوغان ورقة المهاجرين
السوريين بهذه الطريقة ويحاول ابتزاز الأوروبيين، أعتقد أن هذا الموقف لن يلقى الترحيب والثقة من قبل الأوروبيين ومن قبل حلف الناتو ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الآن سيستخدم هذا الضعف من قبل الرئيس أردوغان بشكل يعني بابتزازي غير عادي من الإدارة الأمريكية. طيب. أيضا الرئيس أردوغان يعني عندما يذهب إلى الرئيس ترامب بهذه الطريقة يعني كمان عليه أن يضع في اعتباره ردة الفعل الروسية، يعني روسيا تستطيع أن تؤذي الرئيس رجب طيب أردوغان، الرئيس بوتين يستطيع أن يؤذيه عسكريا في الورقة الكردية، في هناك الورقة السورية، في هناك الورقة الاقتصادية، في السيل التركي، الغاز التركي، الغاز الروسي اللي يعني الآن أنفق عليه المليارات من الدولارات. أعتقد يعني هنا الرئيس أردوغان يحاول أن يستخدم الورقة الروسية ضد أمريكا والورقة الأمريكية ضد روسيا، لكن في تقديري هذا اللعب على الحبال يعني لن ينطوي على البلدين، وعليه أن يلتزم باتفاقياته لا أن يتهرب منها، وإلا فأن النتائج ربما تكون خطيرة جدا على الرئيس أردوغان ووضعه كرئيس لتركيا ووضعه أيضا في سوريا. يعني نعم. عندما يقول أنهم ينسحبوا من إدلب، مين ينسحب؟ أخي هذه أرض سورية، ينسحبوا من وين؟ يعني هو الموقف الروسي، الموقف الروسي الأستاذ عبد الباري كان حازما جدا في توجيه أكثر من رسالة منذ الأمس. أعود مجددا إلى الأستاذ صبحي غندور. يعني السيد عبد الباري يرى أن ثمة محاولة غربية لتوريط وإغراق الرئيس أردوغان في المستنقع السوري الحالي، وبالتالي هل ترى أن ذلك ممكن، وهل يمكن للغرب أن ينجح؟ يعني على عضو مثل تركيا في الناتو وأيضا صديق قديم للغرب، هل يمكن التخلي عنه وما هو البديل؟ يعني أتفق مع الأستاذ عبد الباري طبعا في هذه الخلاصة، لأن أردوغان في السنوات الماضية كان مزعجا لحلف الناتو، كان مزعجا للحلفاء الأوروبيين، كان مزعجا لإدارتي ليس فقط ترامب، قبله أوباما، ونذكر أيضا ما حدث من مشاكل بينه وبين إدارة أوباما. فأعتقد أصبح فعلا عبا على حلف الناتو، على العلاقة مع أوروبا، على العلاقة مع الولايات المتحدة. أيضا لنأخذ بعين الاعتبار أخي عماد، يعني أنا السبب الذي من أجله رجحت أنه سيتفق مع رئيس بوتين وليس مع رئيس ترامب، أن الخيارات أمام أيضا حلف الناتو هي محدودة جدا، وليس فقط أمام أردوغان. يعني ليس بوارد حلف الناتو المواجهة مع روسيا الآن، ولا أيضا تورط عسكريا في داخل سوريا الآن. على العكس، هو الذي كان يحضر ويهيئ له ترامب منذ أكثر من سنة حينما استقال وزير الدفاع السابق جيمس ماتس بسبب إصرار ترامب على سحب القوات آنذاك من سوريا. أعتقد يعني ليس واردا عند الإدارة الأمريكية ولا أيضا عند حلف الناتو القبول بما يطالب به أردوغان، إن كان حتى إرسال صواريخ الباتريوت، وسمعنا نفيا أول أمس من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لأنه لن تحصل هذه الصفقة، أو لن يتم إرسال صواريخ باتريوت للقوات التركية هناك. هذا كله أنا في رأيي يدفع فعلا لاتجاه أن هناك ربما مراهنة على أنه حتى لو اتفق مع بوتين الآن أردوغان، أن مستقبله السياسي سيكون في أزمة كبيرة في داخل تركيا، أنه ربما يتم تحريك من جديد. نعم. الضغط الداخلي الذي عجز أوباما أن يحققه في الانقلاب العسكري ضد، أو محاولات الانقلاب العسكري ضد أردوغان، ربما تنجح الآن الإدارة الأمريكية في تحريك الوضع السياسي الداخلي بسبب هذه الأزمة التي هو عليها. ولا ننسى أيضا يعني نقطة سريعة، أن ما هو عليه طبيعة حكم أردوغان الآن لا يتوافق مع ما يريده ترامب من أوضاع في المنطقة لها علاقة بالعلاقة القوية مع مصر، و رفضت يعني أن أو مع السعودية أو مع بعض دول الخليج العربي. كل ذلك أنا في رأيي يجعل أن الخلاص من نظام أردوغان أو من حكم أردوغان تحديدا الآن أنه هو فرصة مفيدة إقليميا ومفيدة أيضا للأوروبيين وللأمريكيين في هذه المرحلة. وأسأل السيد عبد الباري، ما هي الخيارات المتاحة أمام أردوغان في هذه الأيام إذن؟ يعني أنا في تقديري هناك خياران أمام الرئيس أردوغان. الخيار الأول أن يلتزم باتفاق سوتشي ومنظومة الآستانة، ويفصل بين الجماعات المعتدلة المسلحة المعتدلة والجماعات المصنفة إرهابية. يعني هناك الجماعات المصنفة إرهابية، يعني هذه أيضا مدانة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اتفاق روسي أمريكي عليها. هناك مقاتلين أجانب أجوا من القوقاز، أجوا من
الإيغور أجوا من أماكن عديدة، ماذا يفعل هؤلاء في سوريا؟ يعني علي أن يأخذوا، فلا بد من تطبيق اتفاق سوتشي واتفاق الأستانة كخطوة أولى. الخطوة الثانية يعني خيارات الرئيس أردوغان أن يتخلى عن يعني مواقفه الحاقدة على سوريا وعلى الرئيس السوري، يعني أن يتصالح مع الرئيس السوري بما يخدم مصالح البلدين، وأن يعود إلى اتفاق أضنة. اتفاق أضنة كان يوفر الحماية والحفاظ على الأمن القومي التركي والأمن القومي السوري، والرئيس بوتين طرح هذا الخيار أكثر من مرة، لكن الرئيس أردوغان لا يريد ذلك. الرئيس بوتين أيضا طرح على الرئيس أردوغان أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد وأن يبحثوا كيفية تطبيق هذا الاتفاق أو حتى تعديله، وأنا أتحدث هنا عن اتفاق أضنة. لكن الخيار هو أن يدخل في حرب وأن يظهر بمظهر داعم لدول لمنظمات أو فصائل مصنفة إرهابية، هذا أمر غير عادي يعني وغير مقبول، ويشيء طيب. إلى الرئيس أردوغان نفسه. بعدين كمان التدخل في ليبيا، يعني يرسل قوات جماعات متشددة مصنفة إرهابيا إلى ليبيا، يعني هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بذلك؟ هل تقبل دول المنطقة بذلك؟ أعتقد أن الرئيس أردوغان فعلا اتفق مع الدكتور صبحي في وضع صعب جدا، خياراته محدودة جدا أستاذ عماد، وأعتقد أن يعني هو الآن يقامر، أو ربما تكون هذه آخر مقامرة بالنسبة إليه في سوريا وربما في منطقة الشرق الأوسط، ويقف حاليا بدون أصدقاء. يعني تخيل، يعني الرئيس التركي الآن يقف بدون أصدقاء في منطقة، يعني لا أصدقاء عرب، لا مثل ما تفضل الدكتور صبحي، لا المملكة العربية السعودية، لا مصر، لا سوريا، لا العراق، حتى بعض أصدقاء الداخل انفضوا عنه. على كل حال أستاذ عبد الباري، أرجو أن تبقى معي والسيد صبحي أيضا لنستكمل وإياكما الحوار، ولكن بعد الحديث عن الموقف التركي، فقد نفى وزير الدفاع التركي خلوص أكار الرواية الروسية التي تحدثت عن وجود مسلحين مع القوات التركية في أثناء استهدافهم في إدلب، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجانب الروسي بمواقع الوحدات العسكرية التركية قبل الغارة. وبالتوازي تستمر العمليات العسكرية التركية كما تقول وزارة الدفاع ضد مواقع تابعة للجيش السوري في شمال سوريا ردا على مقتل جنودها. محمود وثق. أجواء مشحونة تلك التي تعيشها تركيا على خلفية سقوط عشرات الجنود بين قتيل وجريح من جراء غارات جوية تقول أنقرة إن الجيش السوري نفذها ضد تجمع عسكري لقواتها في إدلب. وزير الدفاع التركي الذي يقود العمليات العسكرية من مركز العمليات قرب الحدود السورية تحدث عن قصف نحو 200 موقع عسكري للجيش السوري بعد مقتل الجنود الأتراك. قواتنا تعرضت للهجوم رغم وجود تنسيق مستمر مع الجانب الروسي الذي أبلغناه مسبقا بتمركز وحداتنا العسكرية في إدلب. لم يكن هناك وجود للمسلحين مع القوات التركية، والتفسير الروسي للهجوم ليس صحيحا، وأنقرة سترد على أي هجوم تتعرض له. بعد 6 ساعات من اجتماع أمني طارئ ترأسه أردوغان، خرجت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ببيان فيه تحذير للجيش السوري بدفع الثمن غاليا، وأوامر بفتح الحدود برا وبحرا وجوا أمام اللاجئين للتدفق نحو أوروبا في خطوة ابتزاز جديدة تمارسها أنقرة وفق المراقبين. تركيا لديها خيارات متعددة للرد على مقتل جنودها. هناك ورقة اللاجئين لتوجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك هناك خيارات عسكرية للرد باعتبار أن تركيا عضو في حلف الناتو. الانخراط التركي في الشمال السوري يتفاعل على المستويين الشعبي والسياسي في تركيا. البعض ينتقد الوجود العسكري خارج الحدود، والبعض الآخر يطالب برد قوي على مقتل جنود بلاده، وسط انقسام سياسي حاد حول نجاعة السياسة الخارجية التي يتبعها الحزب الحاكم. حرجة هي المرحلة التي وضعت فيها تركيا نفسها في الملف السوري يقول مراقبون، وخيارات أنقرة للرد على مقتل جنودها هناك تظل محدودة بسبب الوجود الروسي، فضلا عن تصاعد خلافات سياسية داخلية تطالب بعدم الانجرار إلى حروب قد تكون نتائجها عكسية. محمود واثق، إسطنبول، الميادين.
أستاذ صبحي، في التقرير استمعنا إلى مراسلنا محمود واثق ينقل عن المسؤولين الأتراك عزم أنقرة الرد على أي هجوم. هجوم الأمس من قبل الروس كان حاسما قويا حازما وأدى إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش التركي، ولكن لاحظنا في المقابل أن الأتراك لم يردوا على الروس وإنما اختاروا الذهاب باتجاه مواقع سورية وأيضا تصعيد مواقفهم تجاه الحكومة السورية. لماذا برأيك؟ هل هو الجبن أو عدم الجرأة أم أن أردوغان أدرك أن حدوده مع الروس وصلت إلى حدها الأقصى؟ لا، في تقديري يعني من غير الوارد إطلاقا أن تحمل أنقرة روسيا مسؤولية قتل الجنود الأتراك، يعني ومن الطبيعي أن تقول أن المسؤول عن ذلك هو الحكومة السورية، حتى لو كانت هناك كل تأكيدات بأن الطيران الروسي هو الذي عذرا أستاذ صبحي، موسكو أقرت أنها قامت بالغارات. نعم، يعني هذا الذي اريد ان اقوله، حتى لو يعني حصل هذا الاقرار والتاكيد من موسكو سيكون الرد انه الجيش السوري هو مسؤول عن هذا التصعيد. هذه محاوله طبعا لعدم الوصول لحاله قطع العلاقه مع موسكو. يعني نذكر ماذا حدث بعد اسقاط الطائره الروسيه من قبل تركيا، وكانت هناك مخاوف تركيه كبيره فعلا من اعمال عسكريه روسيه ضد تركيا. أنا أعتقد يعني سيحصل رد فعل من قبل تركيا على الجيش السوري على مواقع سورية معينة، لكن أيضا هنا الإنذار الروسي مهم. يعني فأعتقد يعني الكلام من روسيا القوي ضد تركيا يجب أن يضع حدا لإمكانية توسيع الأمور أكثر من الحدود التي هي تحصل حتى الآن. يعني والخيارات التي نعود أيضا أمام أردوغان الآن أنه المشكلة إن سكت على ما حدث ومشكلة إن قام به ردة فعل لها علاقة في روسيا. وسيبقى السؤال عند الأتراك الذين هم افتراضا بحالة المؤيدين له، أن لماذا تسكت عن موسكو إذا كانت موسكو هي نفسها التي قامت بهذه الغارات. أنا أعتقد ذلك يعني يدفع أكثر ويزيد أكثر الآن احتمالات اللقاء القمة بين بوتين وأردوغان، وأنه ربما في هذا الاتفاق يعني سيتم الحديث من جديد عن ما هو يمكن عمله من قبل تركيا تجاه الجماعات التي مصنفة إرهابية، حتى من قبل الأتراك نظريا فقط لكن عمليا يدعمونهم. لأنه الكلام السياسي الآن عنه على الجيش السوري كما كان يتحدث أستاذ عبد الباري يعني أن ينسحب، هذا غير مقبول لا دوليا ولا روسيا طبعا. يعني طيب، والحديث عن أنه تركيا هي لها مبرر الآن بالتدخل بسبب اللاجئين، هي التي تستطيع وضع حد لهذا الأمر من خلال أيضا وقف كل هذا التصعيد العسكري الذي يحدث، وأن تقوم بما هو مطلوب منها كان منذ اتفاق سوتشي خاصة في موضوع الجماعات الإرهابية. لكن أنا في تقديري يعني كلمة سريعة أخيرا هنا، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست متحمسة يعني إلى النتائج السياسية لهذه المعارك. هي معها عسكريا لكن سياسيا أنا في رأيي لا تريد أيضا أن يقوى النظام في سوريا أو الحكومة السورية. يعني ترامب عنده أنا في رأيي فاتورة يدفعها لبوتين وهي تحصل على الأرض في سوريا، يعني من خلال عدم التناقض مع الموقف الروسي في داخل سوريا تحديدا، يعني وأنه يعتقد أن ذلك سيخفف النفوذ الإيراني في سوريا إذا قوي النفوذ الروسي. أستاذ يعني صبحي عذرا للمقاطعة، وكأنك تريد أن تقول أن ثمة تقبلا أو توافقا ما بين الروس والأمريكيين حول موضوع إدلب وسوريا في مكان ما. تحديدا أخي عماد مع ترامب، لأنه أنا أميز بين البنتاغون وبين فريق ترامب الآن أو بين ترامب شخصيا. البنتاغون يعني منذ أيام استقالة وزير الدفاع السابق رؤيته للأمور في سوريا وفي أفغانستان وفي مناطق عديدة في العالم لا تتوافق تماما مع ما هو يطرحه ترامب في أحيان كثيرة، ومن ضمنها مسألة الانسحاب كان من سوريا يعني. لكن هنا تحديدا النقطة في رأيي أنه ترامب يريد أنا في رأيي مستقبلا أن يعزز دور المعارضة السورية من خلال الجانب السياسي وليس بالضرورة العسكري، وأنه يملك ورقة الأكراد طبعا في داخل سوريا ويملك ورقة الوجود العسكري الأمريكي في داخل سوريا، وأن هذه الأمور هي التي ستكون عقبة طبعا أمام أي حل سياسي للأزمة السورية وليس فقط موضوع إدلب. يعني إدلب لن تكون حتى لو كسبتها الحكومة السورية بشكل كامل وجرى تحرير إدلب من هذه الجماعات الإرهابية أو من بعض القوى التي هي تتعامل معهم، نعم، أنه سيبقى الأزمة متعلقة في كيفية الحل السياسي مرتبطة برغبة إدارة ترامب في كيفية سيارة يعني أن يسير هذا الحل من خلال هذه العناصر التي كنت أشير إليها. أستاذ عبد الباري، من خلال ما سمعناه من الأستاذ صبحي وكانه يقول أن الأمريكيين يملكون أوراق قوة فيما يتعلق بالعلاقة مع الكرد وأيضا
فيما يتعلق ربما ببعض مصافي النفط التي يسيطرون عليها ويتحكمون بمفاصلها، وبالتالي فهو ليس مضطرا للتدخل لمساعدة يعني صديق ربما للولايات المتحدة، إذا كان لا يزال بالإمكان أن نسمي إردوغان صديقا للولايات المتحدة بعد كل ما قام به على صعيد المنطقة. يعني في شيء أساسي وهو الموقف الروسي، في تقديري هذا هو الموقف الحاسم في الساحة السورية. ترامب يعني دوره في الدرجة الأولى هو إقامة علاقات الحد الأدنى مع الأكراد وخاصة في شمال شرق سوريا وفي مناطق النفط التي قال أنه سينهب هذه النفط السوري ويتصرف به وبعنجهية وبغرور غير مسبوق. على أي حال يعني علينا أن نرى يعني ترامب لم يخسر جنديا واحدا في سوريا، بينما الروس خسروا ضباطا كبار، خسروا جنود، ولهم قاعدتين، واحدة بحرية في طرطوس وأخرى جوية في حميميم. فلما بيشوف هذا الرئيس بوتين أنه الرئيس أردوغان يسلم الجماعات المصنفة إرهابيا صواريخ لإسقاط الطائرات، يعني هذا خرق لكل الخطوط الحمراء. عندما يرى بوتين بأن الرئيس أردوغان يذهب إلى أوكرانيا مناكفة بروسيا وبوتين شخصيا ويقول المجد لأوكرانيا وإقليم القرم أو شبه جزيرة القرم هذه الأراضي أوكرانية، هذا يعني روسيا لن تضحي مطلقا بإنجازاتها في سوريا. هل تعتبر أستاذ عبد الباري أنه أردوغان حاول اختبار صبر بوتين وأنه فوجئ إلى حد كبير بالرد الروسي العنيف؟ نعم يا سيدي أستاذ عماد، يعني أنا في تقديري الروس هم الذين أعطوا الضوء الأخضر للجيش العربي السوري للتقدم واستعادة أكثر من 600 كيلومتر مربع في ريف إدلب وحلب. هذا يعني في تقديري لأنه تطبيق، وقالوا أن هذا التقدم للجيش السوري هو تطبيق لاتفاقيات سوتشي والآستانة. وأنا في تقديري المعركة القادمة ستكون حول سراقب. الرئيس بوتين يريد افتتاح الخطين أو الدوليين السريعين M4 والM5. يعني وأنا أعتقد أنه الرئيس أردوغان أراد أن يفشل هذه الموقف الروسي، ولذلك تعمدت روسيا أن تقصف قوات تركيا وأن تقول نعم نحن قصفنا هذه الطائرة. الآن ماذا سيفعل الرئيس أردوغان؟ اليوم قصف الرئيس أردوغان يعني مواقع لحزب الله وللجيش السوري وإيران في حلب قبل ساعات، يعني أو قبل ساعة ونصف الساعة. هذا يعني تصعيد من قبل الرئيس أردوغان. هذا سيأتي، يعني سيكون هناك رد على هذا التصعيد من قبل، يعني بمعنى لا يستطيع أن يواجه الروس فيذهب باتجاه السوريين، علما أن السوريين أو الجيش السوري مستمر، وقد أكدت القيادة السورية عزمها على مواصلة عمليات العسكرية بعيدا عن أي تطور أو أي شيء آخر على الأرض. يعني وبالتالي نحن ربما أمام اشتباك قد يصل إلى حد الاشتباك. نعم أستاذ عماد، يعني الوفد التركي وطالب أكثر من مرة في المباحثات مع نظيره الروسي بأن يحصل على أولا منطقة آمنة، وأن يحصل على يعني وجود جوي في فوق إدلب. يعني روسيا تسيطر على الأجواء السورية بالكامل ورفضت أن تقدم أي تنازل للرئيس أردوغان. يعني جميع القوات التركية في سوريا بدون غطاء جوي في الوقت الراهن، والروس هم المسيطرون. هل يستطيع الرئيس أردوغان أن يدخل في حرب مع روسيا اللي أرسلت فرقتين مثل ما قلت عليها صواريخ كروز إلى البحر المتوسط إلى السواحل السورية؟ هل يريد حرب موسعة مع روسيا التي أنقذت الاقتصاد التركي وعندما اصطدم مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنقذت الليرة أيضا ووقعت اتفاقيات تجارية بأكثر من 40 مليار دولار واتفقوا على رفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار؟ هل يريد تخريب الموسم السياحي التركي؟ يعني روسيا ترسل أكثر من 5 ملايين سائح لتغطية العجز عندما حصلت عمليات إرهابية في إسطنبول. أعتقد الرئيس أردوغان سيخسر كثيرا إذا لم يتفاهم مع الروس ولم يعني وإذا لم يحسن علاقاته مع النظام أو مع الحكومة السورية في دمشق. طيب أستاذ صبحي، من المستحيل أن نتوقع خطوة أو مبادرة من قبل الرئيس التركي باتجاه دمشق
على الأقل في هذه الأونة، خصوصا وأنه يعني يقف على حافة الهاوية إلى حد كبير بعد كل ما تعرض له في الآونة الأخيرة، خصوصا هذا العدد الكبير من القتلى الذين سقطوا في صفوف الجيش التركي خلال شهر واحد، حوالي 53 قتيل من الجنود الأتراك. بالتالي هناك يعني رئيس تركي لا شك أنه يواجه وضعا صعبا داخليا وخارجيا. الآن ربما يحاول أن يدفع باتجاه ربما استقطاب دعم أوروبي إلى حد كبير من خلال ممارسة سياسة الابتزاز حول ورقة اللاجئين. يعني بالأمس حصلت الغارات، سقط هذا العدد الكبير، وبالتالي وسمعنا بقرار مفاجئ لا علاقة له بالموضوع بتاتا، وهو أن تركيا ستفتح الأبواب وتترك اللاجئين الموجودين على أراضيها بأن يذهبوا إلى أوروبا. كيف يمكن أن نقرأ هذه الخطوة من قبل دولة مثل تركيا؟ هذا صحيح الذي تقول أستاذ عماد. هو الآن يوظف يعني موضوع اللاجئين والهجرة إلى أوروبا، لأنه حصل ذلك فعلا اليوم يعني إلى اليونان، إلى بلغاريا، هناك أعداد بالمئات يقال، لا أعرف هلا إذا زاد العدد أم ما زال بحدود المئات على الحدود مع اليونان ومع بلغاريا. هذه ورقة ضغط. هو حاول أردوغان أن يأخذ أيضا موافقة روسية على قمة تجمعه مع ألمانيا وفرنسا. وجدنا طبعا موسكو لا ترحب بهذه الخطوة، لأنها وكأنها تشكل ضغط على موسكو بهذا المعنى، فهذه سقطت. الآن أنا في رأيي يعني السيناريو الوحيد الذي أراه أمامه الآن الرئيس التركي هو اتفاق على قمة في موسكو يعني وليس مكان آخر، وأن يعني يظهر العالم كأنه هو جاء مزلولا إلى موسكو، وليس أن الرئيس بوتين ذهب ليلتقي في أي مكان آخر. رقم اثنين أنه لن يكون طرف دولي آخر، يعني فقط روسيا مع تركيا، وهذا يعني أيضا مزيد من إظهار الحالة السياسية السيئة لأردوغان تجاه روسيا. هذا يتطلب لكي يفعله الآن أردوغان اتفاق مسبق مع الرئيس الروسي بوتين على ماذا بعد هذه القمة وماذا ستنتج هذه القمة. أنا في تقديري بهذا السيناريو أنه سيستمر الآن في عمليات عسكرية قوية ضد الجيش السوري وحلفائه في المنطقة الموازية لتركيا والمحاذية لتركيا إلى حين حدوث القمة. حينما تحدث القمة بين تركيا وروسيا، هنا سنجد عودة إلى سوتشي ودور ربما أكثر فاعلية اتجاه جماعات التي صنفت بأنها جماعات إرهابية، وأيضا هنا ربما ورقة الضغط على المعارضة السورية بأن تقبل بما هو ربما ستطرحه موسكو من حلول لها علاقة في مسار تسوية سياسية معينة. أستاذ صبحي، هناك نقطة، هذا السيناريو الوحيد الذي هو أمامه الآن يعني، وليس أمامه خيارات أخرى يعني، لا الاعتماد على الناتو سيفيده، ولا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى فقط نقطة سريعة، لا ننسى أن الولايات المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي الآن يقيم بحملة تجريم للحكومة السورية والجيش السوري على مستوى عالمي. هناك دعوة بمجلس الأمن، هناك حملات إعلامية وسياسية، هناك تصريحات تصدر عن أكثر من مسؤول أمريكي وأوروبي تتحدث وكأن يعني سوريا الحكومة النظام مسؤولة عن ملايين الآن الذين جرى جمعهم في إدلب، وأنها مسؤولة أيضا عن ما سيحصل معهم. هذا يفيد سياسيا كما كنت أذكر في السابق في مصلحة الآن تحديدا إدارة ترامب في عدم أعطاء مكاسب للحكومة السورية أو لروسيا سياسيا مقابل الضغط على تركيا وأخذ مكاسب حتى ربما من تركيا بقطع علاقاتها مع موسكو. وهذه مراهنة أنا في رأيي أيضا لن تنجح، لكن هناك نوع من التجهيز السياسي والإعلامي يحدث الآن تجاه الحكومة السورية وروسيا فيما يتعلق في معارك إدلب. هناك سؤال آخر يفرض نفسه، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة وما تعيشه تركيا، يعني خصوصا من إذا جاز لنا نسميها تراجع انكسار في مكان ما، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة في إدلب أمس، في ليبيا قبل أيام، وقبلها أيضا، وحتى على الصعيد السياسي. نحن نعلم أن المؤسسة العسكرية في تركيا كان لها دور كبير، وكانت هي التي تتحكم إلى حد كبير بمفاصل الحياة السياسية، لكن جرى تدجينها مع وصول الإخوان وحزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا. هل يمكن برأيكما وباختصار شديد، لأنه سننتقل إلى الملف الثاني لو سمحتما، باختصار شديد تعليقكما على ما يمكن، يعني هل يمكن المؤسسة العسكرية التركية أن تقبل أو أن تستمر بالقبول بهذه الخسائر وهذا الأسلوب في التعامل؟ أستاذ لمن السؤال؟ عفوا أستاذ صبحي بداية، بعدين عبد الأستاذ عبد الباري. نعم أعتقد يا أستاذ عماد الذي حصل منذ 5 سنوات في محاولة الانقلاب في أيام إدارة أوباما
استتبع هذه المحاولة اعتقالات بالألوف، إذا لم أقل بمئات الألوف، حتى على مستوى ليس فقط العسكري والمدني والموظفين والأساتذة في داخل تركيا. هناك مسك أمني قوي شديد جدا لمن هم يعني يتبعون لحزب العدالة والتنمية وللرئيس أردوغان. أعتقد الآن المراهنة على انقلاب عسكري في هذه الفترة يعني ربما تكون صعبة، لكن المراهنة ربما تكون على ضغط سياسي، على تصويب الأمور، له علاقة في النتائج السياسية، على تصويب الأمور مما له علاقة لنا. نعم نعم. أستاذ عبد الباري باختصار لو سمحت. يا أستاذ عماد، تركيا ليست حزب العدالة والتنمية، تركيا فيه هناك أحزاب معارضة، هناك أيضا حزب كردي، هناك حزب جمهوري. هؤلاء يعني لا يمكن أن يقبلوا أن تنجر تركيا إلى حرب في سوريا، حرب دموية مثل ما تفضلتم في تقريركم. عندما تأتي يعني الجثامين الجنود من ليبيا ومن سوريا في نفس الوقت، والآن مرشح أن العدد يتصاعد، أعتقد هذا سيعمل يعني ثورة في الرأي العام التركي. يعني وهناك علينا أن نتذكر بأن فتح الله جولن موجود في الولايات المتحدة الأمريكية المتهم بالانقلاب السابق. طيب. نقطة أخرى مهمة جدا بالنسبة للرئيس أردوغان، يعني هناك انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية، اللي هو عبد الله قول الآن يعني قال بالحرف الواحد أنه علينا أن ننسحب من سوريا والإسلام السياسي انهار. أحمد داوود أوغلو أيضا قال، اللي هو كان رئيس الوزراء السابق ورئيس الحزب العدالة والتنمية، الآن نعم. شكل حزب مستقل. فالوضع حتى أردوغان داخل حزب العدالة والتنمية ليس بالقوة، وخسر اللي هي إسطنبول، انتخابات بلدية إسطنبول. فأعتقد نعم. هذا ربما يشكل ضغطا كبيرا على أردوغان، وبالذات على حول سياساته الخارجية في ليبيا. شكراً وفي سوريا. أستاذ عبد الباري شكرا لك، وشكرا أستاذ صبحي، أرجو أن تبقيا معنا. فاصل قصير مشاهدينا، ونستكمل وإياكم بقية المسائية من الميادين. أرحب بكم من جديد. في 24 من تشرين الأول أكتوبر من العام الفائت، أعلنت المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا إيفو موراليس رسميا رئيسا للبلاد بعد فوزه على مرشح المعارضة كارلوس ميسا. موراليس حصد أكثر من 47% من الأصوات، وفاز بالانتخابات من الجولة الأولى بسبب عدم تحقيق منافسه فارقا في نسبة التصويت كي تكون هناك جولة ثانية وفق الدستور. المرشح المعارض دعا أنصاره للخروج في تظاهرات مع التشكيك بنزاهة الانتخابات. وعلى خلفية ضغوط شديدة تعرض لها الرئيس البوليفي من قبل المعارضة وانقلاب قائد الجيش البوليفي عليه، أعلن موراليس استقالته مع التنديد بالانقلاب. دول عديدة نددت بالانقلاب، أبرزها فنزويلا التي اتهم رئيسها منظمة الدول الأمريكية بالمشاركة فيه. الزعيم البوليفي إيفو موراليس انتقل إلى المكسيك، بعدها إلى الأرجنتين، متعهدا لشعبه بمواصلة النضال والعودة مع المزيد من القوة والطاقة. لكن السلطات البوليفية الجديدة لم تسمح له بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ، سعيا منها لمنع عودته وإبعاده مجددا عن المشهد السياسي. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية نشرت تحقيقا علميا يدحض مزاعم منظمة الدول الأمريكية التي تحدثت عن وجود تزوير في الانتخابات البوليفية، مؤكدا أن النتيجة التي حققها موراليس هي نتيجة قانونية. زهراء ديرالي. أهلا بكم. نشرت صحيفة واشنطن بوست بحثا علميا يدحض تقرير منظمة الدول الأمريكية الذي دعت فيه بوجود عملية تزوير في الانتخابات الأخيرة في بوليفيا، والذي على أساسه أطيح الرئيس إيفو موراليس. التقرير توقف عند الفرضيات التي استندت إليها المنظمة، واصفا إياها بغير المنطقية وبغير العلمية، وبأنها لا تستند إلى أدلة. البحث رأى أن وسائل الإعلام تعاملت مع مزاعم المنظمة حول حدوث تزوير كحقيقة واستندت إليها، إلا أن الأدلة الإحصائية لا تدعم الادعاء بحصول تزوير في انتخابات بوليفيا الأخيرة. وأكد أن المدققين في المنظمة ادعوا العثور على أدلة حول حدوث تزوير بعد انتهاء الإحصاء الأولي. ينص الدستور البوليفي على وجوب أن يحصل المرشح على أغلبية انتخابية أو على 40% من الأصوات
أي بفارق 10% بين المرشح الأول والثاني على الأقل. وخلافا لذلك ستكون هناك جولة ثانية. في الانتخابات الأخيرة جرى التوقف في الفرز الأول عند 84% من الأصوات، وكان موراليس قد حصل على 7.87%، وكان التوقف عن الفرز عند حدود 80% متفقا عليه مسبقا من قبل المشرفين على الانتخابات. وبعد استئناف الفرز تجاوز موراليس 10%، ما يعني عدم الحاجة إلى دورة إعادة. في المقابل أعربت منظمات الدول الأمريكية عن قلقها بشأن توقف الفرز الأولي، وادعت أن ذلك أدى إلى ارتفاع الهامش لمصلحة موراليس. وهنا يؤكد التحليل العلمي أن التقرير المنظمة اعتمد على نهج غير مسبوق في تحليل عمليات التزوير من خلال الاستناد إلى الانحرافات العالية في البيانات قبل وقف الفرز عشية الانتخابات وبعدها كأدلة محتملة على التزوير. البحث العلمي الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست أجرى إحصاء لألف شخص للتنبؤ بفارق الأصوات بين موراليس والمرشح في المركز الثاني، وخلصت النتيجة إلى أن موراليس سيتقدم بأكثر من 10% على منافسه، أي بنسبة أعلى من الحد الأدنى البالغ 10 نقاط، والذي يؤهله للفوز المباشر. وخلص البحث إلى عدم وجود أي دليل إحصائي يؤكد حصول تزوير في الانتخابات البوليفية الأخيرة، وأضاف أن تحليل المنظمة فيه الكثير من العيوب والثغرات، خاتما بالقول إن تزوير الانتخابات يمثل مشكلة خطرة، لكن الأخطر هو الاعتماد على فرضيات لم يتم التحقق منها، ما يمثل تهديدا خطرا لأي ديمقراطية. عودة إلى ضيفي المسائية، السيد عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية من لندن وهو معنا عبر الإنترنت، ومن واشنطن أيضا السيد صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي في أمريكا. وأسأل السيد صبحي، هل يمكن أن يكون لهذا التقرير العلمي صدى في الولايات المتحدة؟ لا، ليس كثيرا. يعني أستاذ عماد، منظمة الدول الأمريكية هي شبيهة تماما بصيغة جامعة الدول العربية التي وضعتها بريطانيا في منتصف الأربعينات كسقف أعلى للعرب لكي لا يصلوا لمرحلة الوحدة. منظمة الدول الأمريكية ينطبق عليها الحال نفسه، يعني وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية كصيغة حد أقصى لدول معظمها يتحدث اللغة الإسبانية، تربطها مشاكل واحدة. يعني لاحظ معي أوروبا التي فيها لغات متعددة وثقافات متعددة وحربين في القرن الماضي، هناك اتحاد أوروبي، بينما دول أمريكا اللاتينية لا نرى ولا نشاهد هذا الاتحاد يحدث فيما بينها، لأن هناك انقسام في مكان ما، يعني بين توجهات. هناك من يذهب سياسي. لا عفوا، الموضوع ليس سياسي إطلاقا. أنا أتحدث هنا عن طبيعة يعني الجغرافيا والثقافة التي تربط هذه الدول. ولا نرى تتوحد. لكن النقطة المهمة أن الولايات المتحدة ليس الآن فقط الذي يعني هذا التدخل الذي يحدث في بوليفيا الآن أو موضوع فنزويلا ومادورو، الموضوع يعني من نهاية القرن التاسع عشر، يعني من عام 1898 الولايات المتحدة أخذت كوبا وأخذت بورتوريكو التي هي الآن جزءا من الولايات المتحدة، أخذتهما من الاستعمار الإسباني آنذاك. وكوبا كانت مد وجزر يعني مع الولايات المتحدة إلى حين ما حدثت الثورة الكوبية أيام كاسترو وجيفارا. الآن هذا التدخل العسكري الأمريكي أنا برأيي ينطبق عليه الأقربون أولى بمعروف التدخل. يعني هناك اعتبارات للولايات المتحدة تتعلق في الأمن القومي للولايات المتحدة، تتعلق في المصالح الاقتصادية. طيب يعني الأمن القومي الأمريكي يبرر، خليني بس كمل لك النقطة. تفضل. هذه الدول غنية جدا بالثروات، وبالتالي سيطرة الولايات المتحدة عليها هي مفيدة اقتصاديا وماليا وتجاريا، وأهم من ذلك مفيدة أمنيا، لأن هي يعني البوابة الخلفية أو الحديقة الخلفية للولايات المتحدة. لكن هذا الأمر تعزز كثيرا في ظل الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، لأن معظم حالات الثورات التي قامت في أمريكا الجنوبية واللاتينية كانت تأخذ طابع يساري متحالف إلى حد ما مع فكرة الاتحاد السوفيتي في السابق، وهذا الأمر زاد وعزز من قرار التدخل العسكري والانقلابات. وجدنا انقلابات تحدث يعني بكل هذه الدول دون استثناء يعني. طيب. وكانت تتم انقلابات بشكل دموي.
ومدعومة من المخابرات الأمريكية، وكان هذا التغيير يحدث في الفترة الماضية بدون أي اعتبار. الآن طبعا الوضع تغير، وأعتقد هنا مخاطر هذا التدخل الأمريكي الآن كما يحدث في فنزويلا أو في بوليفيا أو في غيرها من هذه. هناك نقطة مهمة أستاذ صبحي يحصل فيها الآن في هذه الفترة، هي دور الإعلام أو يعني تطويع الإعلام في خدمة المشروع أو السياسة الأمريكية من خلال استخدام ربما ترويج ربما معلومات كاذبة. أسأل الأستاذ عبد الباري فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، يعني قدرة الولايات المتحدة على التأثير في الرأي العام من خلال الإعلام. هناك الآن من يؤكد أن الانتخابات في بوليفيا كانت حقيقية وكانت أيضا النتائج يعني من الشعب، وبالتالي الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا من خلال توجيه الأنظار والدفع باتجاه التشكيك بنتائج هذه الانتخابات، وحصل ما حصل ودفعت إلى انقلاب أطاح برئيس منتخب له شعبية. يا سيدي، الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج إلى التزوير. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تدخلت في العراق يعني زورت أسلحة الدمار الشامل، عندما تدخلت في ليبيا، عندما تدخلت في سوريا، واعترف الرئيس أردوغان الرئيس ترامب بأنه أنفق 90 مليار دولار في سوريا. يعني CIA هي التي كانت تمول وهي التي تشرف على المسلحين وتسليحهم ووصول الأموال إليهم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في فنزويلا، أرادت أن تلعب اللعبة نفسها، فشلت فشلا ذريعا. الآن يعني الواشنطن بوست أدركت بأن الحكم الجديد اللي هو كارلوس الآن الذي يحكم بوليفيا لا يستطيع الصمود، وأن موراليس عنده قاعدة شعبية قوية جدا ويمكن. طيب لماذا فشلت في فنزويلا ونجحت في بوليفيا أستاذ عبد الباري؟ نعم نجحت، لكن يعني هذا النجاح ليس نجاحا كبيرا. يعني طبعا هي نجحت في أفغانستان، وشفنا الولايات المتحدة الأمريكية تزحف راكعة لحركة الطالبان اللي صنفتها إرهابية وتقدم لها التنازلات وتخطط لتسليمها حكم أفغانستان بالكامل. فهذا النجاح في بوليفيا نجاح مؤقت ونجاح هش وليس نجاحا كبيرا، وهي تدرك هذه الحقيقة. الشعب البوليفي أيضا أدرك بأن هذه الانتخابات مزورة، ومثلما صمد مودورو في فنزويلا أنا متأكد أن موراليس سيعود إلى بوليفيا وعلى وسط يعني تأييد شعبي غير عادي. الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة يعني بتخسر في فشلت في أفغانستان، فشلت في فنزويلا، الآن قواعدها مهددة بالإغلاق في العراق. يعني نفس الشيء بينطبق على على ولكن نحن نتحدث هنا عن عملية تغيير أنظمة اختارها شعب عبر صناديق الاقتراع، وبالتالي نجحت في التأثير والدفع وربما تحريك الشارع كما فعلت في بوليفيا، حاولت أيضا في فنزويلا وفشلت كما ذكرت، وتحاول أن تكرس رجلها غويدو. أستاذ نعم. صبحي، الفارق هنا كبير أستاذ عماد. يعني أنا حسب معلوماتي صححني إذا كنت مخطئ، يعني لأنه إنه فنزويلا كان وما زال معها دعم روسي قوي جدا. يعني هناك طائرات روسية ذهبت إلى فنزويلا تنذر بإمكانية أي تدخل عسكري أمريكي ضد فنزويلا. هناك نفط خطير، وهي يعني أكثر دولة ربما ثاني دولة في المخزون النفطي فنزويلا على أيضا حسب معلوماتي. هذا لا ينطبق على بوليفيا، يعني لذلك نجد انه بوليفيا في حاله يعني ليست القوه التي عليها فنزويلا اقتصاديا وروسيا بهذا المعنى. وهذا الامر لا ينطبق على عده دول في داخل يعني امريكا الوسطى والجنوبيه. وهذا يعني انا في رايي ان هناك يعني حدود للتدخل الامريكي، بعضه يحدث بشكل عسكري مباشر كما وجدنا ايام بوش الاب حينما ايضا ذهب الى بنما و أحضر نسيت اسمه الآن من كان رئيسا الجنرال نوريغا، راح نوريغا جنرال مانويل نوريغا الذي أيضا كان يعترض على السياسة الأمريكية وكان يذكرني بالرئيس صدام حسين بطريقة تصرفاته. المهم أنه أيضا أحضر وهو وضع في السجن في داخل الولايات المتحدة بعدما كان عميلا أمريكيا. نعم عفوا، بعدما كان عميلا أمريكيا وخدم واشنطن كثيرا. نعم نعم تماما. يعني على فكرة أستاذ عماد، هذه معلومة أيضا مهمة، أنه بنما كانت جزء من كولومبيا، وأيضا شجعت الولايات المتحدة على انفصال بنما عن كولومبيا لأنها كانت تريد بناء قناة بنما المشهورة التي من خلالها تمر أمور كثيرة للولايات المتحدة والعالم ككل. هذه السياسة التي تتبع أنا في رأيي في أمريكا الوسطى والجنوبية ليست بالضرورة تكون فقط وحدانية الجانب عسكرية، ولا أيضا فقط من خلال المخابرات الأمريكية CIA أو من خلال أحيانا شركات نفطية وشركات تجارية تعمل مع هذه الدول أو من خلال أشخاص
أشخاص عملاء كما هو يحدث في أكثر من دول. فأشكال متنوعة لكن الهدف واحد، وأبقاء هذه الدول منقسمة على نفسها ومسيطرة ومهيمن عليها أمنيا واقتصاديا من قبل الولايات المتحدة. أطرح السؤال الأخير على الأستاذ عبد الباري وأستوحيه من كلام الأستاذ صبحي الذي أوحى في كلامه وكأن المصالح الحيوية للدول الكبرى يمكن لها أن تحمي بعض الأنظمة من التدخل الأمريكي، فهل توافق الرأي أستاذ عبد الباري؟ نعم يعني وافقه تماما. يعني الأستاذ صبحي أشار نقطة مهمة جدا، وهي أنه روسيا وقفت بصلابة إلى جانب مادورو في فنزويلا، واستطاعت فعلا أن تتصدى لأي محاولة أمريكية لغزو فنزويلا. يعني لولا هذا الموقف الروسي القوي، ربما يعني أيام جون بولتون على وجه التحديد الذي كان يتبنى غزو فنزويلا يعني ويهدد بذلك، أين بولتون؟ فهذا الموقف الروسي، إرسال طائرات يعني قاذفات إلى فنزويلا، كان تحديا للولايات المتحدة الأمريكية ونجح هذا التحدي. أيضا وقفة إيران مع فنزويلا كما نذكر، وقدمت لها الكثير من الدعم. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني على وشك أن تخسر البرازيل وخسرت فنزويلا وستخسر بوليفيا، لأنه مرحلة الانقلابات في السبعينات لم تعد جائزة في الوقت الراهن. وأنا تقديري التركيز على بوليفيا محاولة لإرهاب الدول الأخرى في أمريكا شكرا. الجنوبية وأمريكا اللاتينية، ولكنها محاولة لم تنجح على الإطلاق. شكرا للأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية، كنت معنا عبر الإنترنت من لندن. والشكر موصول أيضا للسيد صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي في أمريكا، وكان معنا عبر الإنترنت من واشنطن. في نهاية هذه النشرة تذكير بعناوينها: موسكو تقول إن القوات التركية كانت ضمن مجموعات إرهابية في إدلب وعليها أن تكون داخل نقاط المراقبة. فهل ترسم روسيا بالنار حدود حركة الجيش التركي؟ الناتو يكتفي بالتضامن الشفهي مع تركيا، والأخيرة تخيف الأوروبيين بورقة اللاجئين، فهل ضاقت خيارات أنقرة وباتت أمام مفترق طرق؟ الواشنطن بوست تدحض الادعاءات الأمريكية عن حصول تزوير في الانتخابات البوليفية، فكيف عدت واشنطن مسرح الانقلاب لإطاحة إيفو موراليس؟ لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة مواقعنا على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. المسائية انتهت من الميادين، شكرا لكم، إلى اللقاء.